من محافظة الشرقية خلونا نروح محافظة بورسعيد، وهي أولى المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ضمن المرحلة الأولى اللي بيهدف لتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمنتفعين، حيث إجمالي تكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظة بيزيد عن 7 مليار جنيه، ويستفيد منه ما يقرب من 700 ألف مواطن من خلال 9 مستشفيات بتتضمنها المنظومة و35 مركز صحة للأسرة. محافظة بورسعيد كانت المحافظة المحظوظة في إنشاء التأمين الصحي الشامل فيها من خلال ثلاث هيئات، الهيئة الأولى وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة الثانية هيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة اللي بتراقب على الاثنين أو بتشرف وبتعتمد المستشفيات وهيئة الاعتماد والرقابة. خلينا نتكلم على الهيئة العامة للرعاية الصحية اللي أنا بخدم فيها، وهي الهيئة اللي بتقدم الخدمات الصحية داخل المحافظة. المستشفى بتقدم جميع الخدمات الطبية اللي ممكن نسمع عنها بره مصر وجوه مصر، بتقدم جميع جراحات قلب الاطفال، جميع جراحات قلب الكبار، قسطره قلب الاطفال تحت اشراف البروفيسور الكبير الدكتور مجدي يعقوب وفريقه، بتقدم وحده الغسيل الكلوي للاطفال، ودي يمكن كانت تكون موجوده لاول مره في بورسعيد، بالاضافه طبعا لخدمات الطب النووي والاشعاعي وما الى ذلك من جميع الفحوصات اللي بتقدم داخل المستشفى وزيها زي بره واحسن كمان. المستشفى على مستوى عالي جدا من الخدمات والتجهيزات العالية جدا، بالإضافة طبعا للقوى البشرية اللي موجودة ومستقطبة من جامعات مصرية وفئات بشرية سواء اتدربت بره مصر أو فئات بشرية سافرت اتدربت في وحدة الدكتور مجدي يعقوب في أسوان ورجعت معاها خبرة بدأت تطبقها على أرض بورسعيد. المستشفى بتقدم خدمات متميزة ومتعددة في مجالات كثيرة، أصبح فيها قلب أطفال، وقلب أطفال ده من الخدمات المتميزة بالتعاون مع وحدة الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، جراحة قلب أطفال، جراحة قلب كبار بالغين، قسطرة كبار وقلب كبار. حضرتك موجود معانا أورام أطفال وجراحة أورام أطفال. الخدمات دي التخصصية ما كانتش بتتم في محافظة بورسعيد قبل كده ما قبل التأمين الصحي. عندنا كلى أطفال كاسم كلى أطفال ووحدة غسيل كلوي أطفال برضو من الخدمات التي قدمت لأول مرة في محافظة بورسعيد. في خدمات جديدة متميزة تماما، ما عادش عندنا قائمة انتظار بالنسبة لأمراض قلب الأطفال، كانوا بيلفوا القاهرة ويروحوا معهد القلب، يروحوا مستشفى أبو لهيش، بيلفوا المحافظات المختلفة. الليستة بتاعت جراحة قلب كبار، معهد القلب، طبعا الناس هنا يعني بياخدوا خدمة متميزة. بإذن الله يستكمل هيئة الرعاية لباقي مصر كلها تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل. مع رفع الخدمة الطبية اللي بتقدم للمرضى لازم في نفس الوقت يتوازى معها ان رفع كفاءة الأطباء والعاملين والتمريض اللي بيشتغلوا في نفس المجال، وبالتالي ده بدأ بالتوازي بالضبط مع تطوير الخدمات اللي اتكلم عنها أستاذ دكتور مصطفى شعبان ودكتور عمرو عادل، انه في نفس الوقت لازم الناس تدرب على أعلى مستوى. مش بس كده، لازم بيبقى فيه بروتوكولات التعامل مع المرضى على أحدث ما يحصل في العالم كله. بنجيب البروتوكولات العلمية على كل فروع الطب في مصر وبنحدثها على حسب الوضع اللي موجود في الوضع المصري، وبعدين نبتدي تدريب الأطباء في كل المجالات، كل التخصصات بتاعتها، في القلب، في الأطفال، في البطنة، في الجراحة، في كله، ويتم التدريب ده بناء على البروتوكولات الموضوعة دي. بتناقش في حاجة اسمها الحوكمة الكلينيكية، ودي حاجة جديدة برضو على مصر، بحيث ان هي بتعتمد كلها دي بتيجي تطبقها وتتابع تنفيذها مع الأطباء، والتمريض لهم نفس الكلام بطريقة موازية بيضربوا على هذا. النهاردة 16 تخصص جوه المستشفى بالعلاج الإشعاعي بالحاجات اللي اتكلم عنها دكتور مصطفى ودكتور عمرو، الحاجات دي تتواجد فجأة خلال أقل من 3 سنوات وعلى مستوى عالي، وبتقدم خدمة كانتش موجودة حتى أعلى من أماكن تانية كتيرة في مصر.